التقيت بالسيد حسن شخصياً مرة واحدة في حياتي. على مدار ال 34 يوم اللي استمرتهم الحرب من 12 يوليو تموز 2006، في الحقيقة حقق الحزب إنجازات كبيرة. يعني أهم شيء إنه قام بمهاجمة البارجة أو السفينة البحرية الكبيرة التي هاجمت بيروت. وكان السيد حسن له خطاب، فقال: انظروا إلى هذه الباخرة، إنها تشتعل فيها النيران وتحترق وتغرق. هل دي كانت بداية إن الحزب يضع نفسه في مرحلة الدولة الموازية للدولة اللبنانية؟ بعد انتهاء الحرب واتضاح جسامة يعني الخسائر التي مني بها لبنان كدولة والمقاومة والضحية وأشياء من هذا القبيل، قال سيد حسن جملة شهيرة: وأني أعرف أن النهاية كانت ستكون على هذا النحو لما اختطفت الجنديين. جانب آخر مثير للجدل عن حزب الله هي علاقته زي ما قلنا العضوية بالنظام الإيراني، وبسبب هذه العلاقة أو من تبعات هذه العلاقة كان تدخله طبعا في الحرب السورية. هل الحزب كان مضطر لده؟ ماذا عن الرد الإسرائيلي؟ هل إحنا قدام ثلاث سيناريوهات؟ الأول استهداف المشروع النووي الإيراني، الثاني استهداف حقول ومشاريع النفط، والثالث هو القواعد العسكرية، قواعد عسكرية وردا قواعد عسكرية. هل دي الثلاث سيناريوهات اللي قدامنا حاليا؟ قد تفاجئنا النتائج وقد يفاجئنا رد الفعل الإسرائيلي، لأن احنا قدام حكومة يعني ما بتحسبش الأمور بمقياس الرشادة والعقلانية والورقة والقلم.